غندور هكا على الشمس ولا ولا غنتلاقى مع الشمس. مباشر معكم من مدينة صدى البيضاء مع هذا السيد هو رب أسرة عنده وليدات ناس من الشموعانات اللي هي كبيرة بزاف، يعني كان خدام بدراعه إلى آخره المعين ديال الأسرة ديالو، حتى واحد النهار شاءت الأقدار أنه يقطعوا ليه الرجيلات ديالو، للأسف يعني ما بقاش كيقدر يخدم ولا يعني كيعيش واحد الحياة اللي هي صعيبة بزاف. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي. على أي أختي، كما قلتي بأن أنا كنت واحد الوقت خدام الحمد لله والشكر لله، ولكن من بعد وقع لي ما وقع وبطرت رجلية والله مالك الحمد، ووليت كنعيش واحد العيشة، ولينا كنعيش واحد العيشة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله راه إنسان عايش، راه ما كاينش جوع في المغرب والله مالك الحمد، ولكن ما غاديش نقولوا كاع، ولكن الله مالك الحمد. ولكن بالنسبة لان كتعرف بان دابا انا تبطرت لي رجليا، تعرف بان خاصني ديما تكون مواظب على المسائل الطبيه، خاصني ديما تطبيب، والتطبيب ما عندناش حنا في المغرب والله مالك الحمد، ما عندنا لا تطبيب ولا التعليم، ما نكذبوش على الله، وهاد الناس مسؤولين الله يهديهم علينا. وندخل لواحد الموضوع اخر اللي هو ديال قبل ما ندخل الموضوع، ودي خويا الشريف على معاناه ديالك، يعني بعد ما قطعوا لك رجليك كيفاش عشتي؟ كيفاش دبرتي الامور الماديه ديالك؟ واش غادي نقول لك اختي، راه فاش قطعت لي رجلي، انا كنت خدام، فاش قطعت لي رجلي باش غادي نبقى نخدم؟ ما بقى غادي نخدم ولا والو، ولينا ما شاء الله كاينين الناس، بعض الناس اللي كيساعدونا الله يجازيهم بخير، هذا ما كان اختي. ولكن من وقيلا قال لك للضروره احكام، وربما نكونوا شبه التسول، كنتسولوا شبه تنتسولوا، وهذا القطاع ديال التسول اش غادي نقول لك، هذا القطاع ديال التسول راه قطاع غابه، راه غابه ماشي شي حاجه اللي هي، وهاد الناس المسؤولين، هاد الاحزاب المتعاقبه على الحكومات راهم اللي داروا الفساد في هاد البلاد هادي، وخلاو المسكين يخرج يتسول، وراه كلشي كيتسول، راه الا جينا نشوفوا راه الناس عندهم وكيخرجوا يتسولوا. والناس دابا سيدي انت واش ما كتصافقش انه راه شي واحد مثلا فاش كنشوف شي واحد متسول في السوق، واش هو بصح متسول ولا هو ولا كاين بعض الناس اللي كيشوفوا هذا التسول غير باش مثلا يدبروا على راسهم؟ شوف اختي السيد التسول ولا تجاره، والناس المسؤولين ماشي ناعسين، عارفين كل شيء عارفينه، ولكن مغمضين عينيهم، لانه الناس بزاف جالسين على الكرارس ما بيهم حتى شي حاجه، كاين اللي معوق، هاد العيالات اللي ولاو كيخرجوا دابا دايرين دوك لينجا على وجههم تتبان عينيها، راه كلشي كيتسول، والناس اكثريه كيعطيو على هاد العيالات والدراري الصغار. راه حنا بصح ولينا كنشوفوا الظاهره بزاف ديال التسول، ها اللي كيكون مع وليداتها، ها اللي كتخرج بوحديتها، وليدات الشباب مازال كيكونوا صغار وكيخرجوا حتى هما يتسولوا، يعني راه مشكل اللي واقف بزاف. وهاد المسؤوليه ديال من؟ راه ديال هاد الاحساب. الاحزاب هاد المسؤولين راه المسؤوليه ديالهم، راه ولاو دابا ها شوفي ما كاين مع هاد الناس اللي كيطلبوا ما عندهم علاقه لا بشغل لا والو، لقاو الطلبه واحد المدخول سهل، وراه ماشي كنهضريك على دوك اللي صحاح، حتى علينا معوقين، كاينين ناس معوقين وماشي عنده، نقولوا راه هذاك راه عنده الدار، راه ماشي معوق غادي يسكن في الزنقه، راه أي واحد عنده دار، راه الفار حاشاك راه عنده حفرة في الزنقه وعند حفرة في الأرض عنده جوج بيبان، ماشي نقيسوا المعاق بأنه راه عنده دار، كاينين معاقين عندهم ديور وعندهم مداخيل كبيرة، وشكون اللي خصو يقف على هادشي؟ الناس المسؤولين اللي خصهم يقلبوا هاد الناس ويغربوا لهاد القطاع، ويشوفوا هاد الدراري اللي ولدات الدراري تمشي تطلب بهم، واش حنا ما عندناش؟ واش ربما بعض الأحيان يعني كتسولوا داك الشيء ياك؟ اه كيفاش كتشوف الشارع المغربي كيتعامل معاك؟ واش غادي نقول لك؟ مثلا الناس كيتيقوا في الشخص المتسول، وعلى أي بالنسبة علاش الناس ما بقاوش كيتيقوا في المعاق؟ لأنه كاين واحد المتسول ماشي في المعاق، في المتسول، فاش مثلا كيشوفوا شي واحد المتسول
التسول واش مازال داك العاطفه كيجي واحد كيقدر مثلا يعاونك وكيعاونهم ولا كيدير راسو ما شافش وكيزيد؟ شوفي بالنسبه للمتسولين هاد الناس بحكم هادوك الناس اللي كيديروا دوك المواقع في الفيسبوك وهما هادوك راه كيديروا ها النسبه ديال المشاهده راه ما عندهم علاقه اصحابهم تيجلسوهم وتيديروا بانه راه هذاك المعاق راه شوف رجليه كاينه وكذا وكذا هذيك راه النسبه ديال المشاهده هادوك راه ممثلين وراه تنشوفهم حنا في الفيسبوك هذا والناس كيتيقوهم والمعاق راه تيشوفوه الناس بحال الا راه خاشي رجليه تحت منه ولا ما نعرف راه كاين هذا الشيء ماشي تنقول لك ما كاينش ولكن خص الناس المسؤولين يمسحون الضرر ديال المواطن يمسحوهم باش يمسحوهم ينوضوا لهذا القطاع وشوفوا هاد الناس اللي كيديروا هذا الشيء ويديروا معاهم المسائل القانونيه. دابا انت دخلتي لهذا المجال هذا وشفتي ربما الكفايه ديال هاد الشيء. ورانا تنشوف كاين تسوع المواطنين وكاين النصب وماشي كاين النصب وكاينين حتى السحور واش عمرك شتي المتسول كيدير السحور باش يعطيه الناس؟ اه هاد الشيء راه ما عمره ما قالوا شي واحد وانا تنقول لك انا كاين السحور كاين الناس كيديروا المسائل كيهزوا الحجابات ديالهم ودوز بحداك انت وما يعطيكش ولكن واحد المتسول كتشوف وحدك تنشوفو كيعطيو واحد الكثره ماشي تنقول لك راه ماشي انا كنقول هذا الشيء لو انه شوف هاد الناس هادو والله العظيم الا هاد المسؤولين الا ما نعرف واش ما كيشوفوش هاد الشيء راه تيعرفو ولا سيما المسؤولين ديال القرب وراه كاينين جوج روضات في المغرب اللي هما معروفين راه كاين الغفران وكاين الرحمه ولا سيما الرحمه شوف الرحمه هي ام الروضات في المغرب الام ديال الروضات في المغرب هي الرحمه راه البوديزا كتباع 200 درهم و 300 درهم راه كيجي واحد بريهيش عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين وكيكب بوديزا الماء المراه على القبر وكتعطيه 20000 فرانك و 30000 فرانك و 100 درهم واش هاد الدري بغاتو يقرا ولا كيجيبوا لهم دانون يجيبوا لهم بسكيتو انا بغيت نعطيها للدراري الصغار واش هادو بيقراو؟ راه خرجوا على الاولاد والعيالات كلشي يجيب لولادو ودابا هادشي ولا سيما ودابا حتى الافارقه نسمح من الافارقه حتى هما هادوك بحالنا بحالهم حتى هما شافوا المغاربه كيفاش كيديروا حتى هما كيجيبوا الاولاد لان هاد الناس المتصدقين كيعطيو الناس اللي عندهم الاولاد. شنو هي اخطر حاله ديال التسول؟ واش غادي نقول لك؟ راه ماشي هي ولا سيما بزاف لا سيما كاينين الناس اللي كيستغلوا المعاق ما عنده ما خوه ما باه ما مو وكاين دافعوا. عمرك شفتي شي مراه هازه وليدات اللي ماشي وليداتها؟ كاينين وكيكريهم هما راه عارفين هاد الشيء جو روضات رحمه وجو هاد الشيء واش كاين اللي ما كاين راه كاينه المراه عندها جوج ولاد ثلاثه الولاد وربعه الولاد وماشي ولادها الا ولدها جوج ولا واحد الاخرين ماشي ولادها كاينين هنا كاينين هما يجوا يقلبوا يجوا هادشي واش كاين ولا ما كاينش ماشي تنقول لك انا هادشي ما كاين كلشي كاين كاع اللي بغيتي في التسول جي للروضه تلقيه واخا حنا نسمحوا بانه حنا راه الموضوع ديالنا ماشي هو الروضه الرحمه ولكن جابتها هذا الهضره ودخلنا حنا كصحافه كنمشيو شحال خطر تماك داخل وشحال خطر لقينا شي مصايب انتوما تدخلوا كتتبعوا تصوروا كتشوفوا كيفاش ما شاء الله الانسان كيستغرب كاينين شي حوايج ولكن شي حوايج ما نقدرش نقول لك اش كيوقع في هذاك الشيء كاين شي حوايج خيال الله يستر شنو نقول لك شي حوايج ما بغيتش نتحمل المسؤوليه ديالهم ولكن كاينين السلطه ديال القرب هي اللي عندها الحق والناس المسؤولين وهاد الاحزاب المتعاقبه عن الحكومات راه هما اللي داروا لنا الفساد في هاد البلاد ولا سيما هاد الحكومه هادي ديال اليوم سيدي واش غادي اللي غادي نقول لك اختي هو راه في شعبان وفي رمضان راه النسبه ديال الطلبه تتكون 50% راه نص المغرب كيولي يطلب راه الناس كيجيو من البلدان وكيكريو بيت هنا كيتشاركوا فيه كريو وكيطلبوا شعبان ورمضان وهاد الناس هادو خصهم يضوضوا خاصة ينوضوا يشوفوا هاد المشكلة دي.